السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا الفاتورة ديال الكهرباء. إذا نبداو بالاستهلاك. هنا كما كنلاحظوا أن الاستهلاك هو 31. شنو كتعني هاد 31؟ يعني 31 كيلووات اللي تم الاستهلاك ديالها بالنسبة لهاد المنزل في هاد الشهر. هاد الرقم كيجيبوه من الكونتور، يعني فاش كيجي المراقب راه كيلقى واحد العدد ديال تقريبا، نديرو مثلا 4 5 6 3 0، وكيكون عنده الرقم ديال الشهر الفائت. نديرو مثلا الشهر الفائت كانت 4 5 6 0 0، يعني ملي كينقص هاد الرقم ديال هاد الشهر هذا مع الرقم ديال الشهر الفائت فكيعطي الفرق ديال 30، يعني وهي يعني العدد الكيلووات المستهلكة في هذا الشهر. يعني عرفنا من كتجي 31 يعني ديال الاستهلاك. كنجيو هنا لهاد 31، يعني كنزلو للأسفل كنلقاو الكمية 31، كنضربوها في السعر الواحدة. السعر الواحدة يعني 0.79 درهم الكيلووات، كنضرب 31.79 كتعطينا 24.50. هذا بالنسبة للشطر الأول وبالنسبة للاستهلاك المنزلي. هنا كنلقاو بالنسبة لهاد الفاتورة فراه كيحسبو الكيلووات 1.32، هذا بالنسبة للمحل التجاري وفي الشطر الأول. بالنسبة للشطر الثاني يعني إلا دزتي 100 كيلو يولي يحسبولك الشطر الثاني ب1.49 درهم الكيلو، يعني كيتحسب 100 كيلو الأولى كتحسب بدرهم فاصلتين وثلاثين، وهنا عندنا يعني 230 كنحيدو منها 100 كيلو الأولى كتبقى لنا 100 103 كيلو، راه كتحسب ب1.49، يعني كدوز للشاطر الثاني. نعطيو مثلا مثال على كيفاش كتحسب القدرة الكهربائية. عندنا واحد الجهاز ولا واحد المصباح اللي كنلقاو فيه 70 واط، مثلا 70 واط اللي هي كنحولوها للكيلووات كتعطينا 0.07 كيلو واط، يعني غادي نحسبو الاستهلاك ديال هاد المصباح خلال شهر. يعني 0.07 كنضربوها في 8 تقريبا، هاد المصباح هذا كيشتغل 8 سوايع في اليوم. يعني 0.07 نضربوها في 8 كتعطينا 0.56، كنوليو نضربو هاد 0.56 كنضربوها في 30 يوم اللي كتعطينا 16.8 كيلو واط. يعني هاد المصباح كيستهلك لنا في الشهر 16.8 كيلو واط. كنجيو لهاد 16.8 كيلو واط كنضربوها في الثمن، يعني في سعر الوحدة اللي هي 0.79، يعني غادي تعطينا 13.27 درهم. يعني هذا المصباح الى اشتغل في اليوم 8 ديال الساعات لمدة 30 يوم فهو غادي يستهلك لنا 13.27 درهم. يعني هذه هي الطريقة باش كنحسبو الاستهلاك ديال واحد الجهاز كهربائي. انت الى بغيت تحسب يعني الاستهلاك ديال المنزل فغادي تشوف يعني جميع الأجهزة، غادي تشوف الليوات راه تيكون مكتوب فيهم الليوات وغادي تجمع التوتال وغادي تضربها في هاد الوحدة. هنا كنلقاو المستحقات الثابتة 17.42، يعني هادي بالنسبة للخدمات ديال لينو كتكون يعني مستحقات ثابتة كتحسب كل شهر. إلا جمعنا 24.50 مع 17.42 كتعطينا مجموع المستحقات والخدمات دون احتساب الرسوم اللي هي 41.92. كنجيو هنا كنلقاو الضريبة على القيمة المضافة اللي هي 5.66، يعني الضريبة على هاد العدد على هاد المبلغ. الضريبة تقريبا كتكون حتى 20%، كتعطينا الضريبة على القيمة المضافة 5.66. كنزيدو عليها الضمغة الجبائية يعني لتامبر وغير ذلك 0.12، يعني 5.66 زائد 0.12 كتعطينا 5.78. هاد 5.78 كنجمعوها مع هاد
مجموع المستحقات والخدمات دون حصص بالرسوم اللي هي 41.92 اللي كتعطينا في التوتال. كتعطينا في التوتال 47.70، يعني هذه هي الرقم الأخير اللي كيجينا يعني في بالنسبة للفاكتورة اللي كنقومو بالاستخلاص ديالها. إذا كان هذا يعني شرح لهذا الفاتورة، يعني كيفاش تحسب الفاتورة يعني بنفسك، تشوف واش كاين شي خطأ أو لا. ونلتقي في فيديو قادم بحول الله.